يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الحلقة هتكون مهمة جدا. ليه؟ لأن هنتكلم في حاجات كتير جدا بتخص النادي الأهلي واتحاد الكرة في الأزمة الحالية، وهي حديث الساعة في الحقيقة في الشارع الرياضي المصري، وهي بخصوص استئناف بطولة الدوري، وهل القرار ممكن يتخذ ولا لا أن الدوري يكمل من غير الدوليين في حوالي 12-13 يوم قبل بطولة الأمم الأفريقية ولا لا. تفاصيل كتير جدا هنتكلم عليها خلال حلقة النهاردة. خليني أقول لكم كمان أن في الجزء الثاني من حلقة اليوم هيكون معنا الدكتور إبراهيم داود، مدير تحرير الكرة والملاعب، في فقرة هتكون هامة وهنتكلم فيها بتفاصيل أكتر عن الأحداث خلال الساعات الحالية. كمان مستنيين تفاعلكم معنا لصفحات قناة الأهلي المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر، وسؤال الحلقة النهاردة خاص بالسؤال عن مشاركة الجمهور على السوشيال ميديا، هل تؤيد موقف الأهلي في مواجهة اتحاد الكرة ولا لا؟ أو رأيك إيه كمان في قرارات النادي الأهلي بالأمس؟ أكيد كانت قرارات مهمة جدا وكلام كتير جدا مهم هنكمله بعد ما نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة. يلا بينا. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرارات اجتماع مجلس الإدارة. الأهلي يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة. مستشار الأهلي: لدينا أوراق لم نفصح عنها بعد، ونطالب اتحاد الكرة باللعب النظيف. ردود أفعال قوية على قرارات مجلس إدارة الأهلي. فرج عامر: الأهلي على حق واتحاد الكرة سبب خلل المنظومة. المنتخب يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة تنزانيا ودية. انضمام النني لمعسكر منتخب مصر، موعد انضمام صلاح لم يتحدد. طيب، كلام كتير قوي بخصوص قضية بطولة الدوري، مش بطولة الدوري بس، هي المسابقات المحلية بشكل كامل. يعني أزمة زي ما حضراتكم كلكم متابعينها خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية، لكن بالتحديد بداية من امبارح النادي الأهلي بعت مذكرة رسمية لاتحاد الكرة، كان صباح الأمس. كمان بالليل النادي الأهلي بعت قرارات مهمة جدا لاتحاد الكرة واتكلم فيها عن كل حقوقه. وبالمناسبة هي مش حقوق النادي الأهلي بس يا جماعة، عشان البعض بيفتكر النادي الأهلي بيتكلم على اللي بيخصه والأهلي بيدافع عن حقه بس، وواخد الموضوع عند زي ناس تانية واخدين الموضوع عند بشكل كبير جدا، رغم أن مصلحتهم في قرارات النادي الأهلي، مصلحتهم في انتهاء بطولة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لأسباب عديدة جدا اتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها قبل كده وهنتكلم فيها النهاردة وهنفضل نتكلم فيها كتير جدا، لأن فعلا كلها أسباب منطقية وفي صالح الكرة المصرية بشكل عام. فلازم الكل اللي بيتابعنا بمختلف انتماءاته، يا جماعة الغي انتمائك دلوقتي، حطه على جنب خالص، اتكلم وفكر واقرا القرارات وفكر فيها بالمنطق، وبعد ما تفكر بالمنطق شوف هل القرارات دي صحيحة ولا لا. بس صدقني لو فكرت بالمنطق بغض النظر عن انتمائك هتلاقي ان القرارات مهمة ومناسبة جدا في صالح الكرة المصرية مش في صالح النادي الأهلي بس. طبعا النادي الاهلي امبارح طلع البيان بتاعه بالليل، وكان بيطلب من اتحاد الكره قرارات معينه ومحدده وبيتمنى ان هو يطبقها خلال الفتره الجايه. مطالبه اتحاد الكره بان يتطلع بمسؤولياته دون تاخر وحسم الامور التاليه. دون تاخر دي على فكره هي مش في القرارات بس هي كلمه مهمه. ليه؟ لان اتحاد الكره بيستهلك وقت. هتقول لي ازاي بيستهلك وقت؟ النادي الأهلي كان طلع بيان يوم 25 الشهر اللي فات، وكان بيتكلم عن يا جماعة لازم الدوري يخلص، يا جماعة مش هينفع نخلص بطولة الدوري بعد بطولة الأمم الأفريقية، في أسباب كتير جدا، وخمس قرارات كانت شهيرة جدا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي. اتحاد الكرة رد من ساعتها على حاجة؟ ما ردش إطلاقا على حاجة، ما قالش يا جماعة إيه اللي أنتوا بتقولوا ده صح، لا اللي أنتوا بتقولوا ده غلط، طب الحل، طب نتناقش نتكلم نقعد نشوف الحل ايه. مفيش اي حد رد من اتحاد الكره. كل اللي عمله اتحاد الكره ايه؟ ان هو شكل لجنه بقياده ورئاسه الكابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكره عشان يشوف حل للقصه دي ومخرج
لأزمة المسابقات المحلية هذا الموسم وتوقيت انتهائها. اللجنة أكيد ادت توصيات لاتحاد الكرة، بعد ما ادت توصيات لاتحاد الكرة هل اتحاد الكرة خد أي موقف؟ لا. هل اتحاد الكرة طلع أي بيان؟ لا ما طلعش بيانات. ليه؟ واضح واضح جدا إن اتحاد الكرة بيستهلك وقت عشان يحط النادي الأهلي قدام أمر واقع، وده مش هيحصل، وعشان يحط الأندية المتضررة أيضا تحت أو قدام الأمر الواقع، وده هيبقى صعب. خليني أقول لكم، كده، ودي معلومة مؤكدة من خلال تواصلنا مع بعض الأندية الأخرى، وبالتحديد الأندية اللي خلاص هبطت رسميا من بطولة الدوري الممتاز، بيتكلموا على إن مستنيين ركز معايا، مستنيين بطولة الدوري تخلص تمام بعد بطولة الأمم الأفريقية. ليه؟ عشان يقدموا شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لإلغاء الهبوط. ليه؟ لأن الموسم غير قانوني، لأن أنت كمان بعد ما تخلص البطولة بعد بطولة الأمم الأفريقية هيكون في أمور كتيرة جدا 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 غير منطقية بتحصل. بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في تعاقدك مع بعض اللاعبين، في استغنائك عن بعض اللاعبين، بتتمثل كمان في التوقيت اللي أنت نهيت فيه بطولة الدوري لبعض الفرق وفرق تانية لأ. يعني أكتر من نص فرق بطولة الدوري خلصوا الموسم بتاعهم خلاص، يعني كل الفرق، يعني بتحديد 13 او 14 فريق عشان اكون دقيق يعني معاكم، خلص بطوله الدوري خلاص خلصت بالنسبه له. لكن في فرق لسه ناقص لهم ماتش وماتشين في بطوله الدوري هيخلصوا على حسب القرارات الاخيره، مش بتاعت النهارده، لسه ما شفناش قرارات اتحاد الكره، على حسب القرارات اللي كانت من فتره كبيره كده ان هتكون بعد بطوله الامم الافريقيه. فبالتالي الطبيعي وعشان تكافؤ الفرص ونزاهه المسابقه انك تعمل اخر ثلاث جولات في توقيت واحد. هنعيد ونزيد في الكلام، لازم تعيد وتزيد في الكلام لان الكلام كله بصراحه منطقي. طب يا سيدي بلاش اخر ثلاث جولات، خليهم الجوله الاخيره. حتى الجوله الاخيره والله العظيم الجوله الاخيره كمان اتلعبت، ولسه الاهلي ما لعبش، ولسه الزمالك ما لعبش، ولسه مين تاني، الاسماعيلي والجونه، المباريات يعني اللي هي هتتلعب حوالي 6-7 مباريات بس على فكره اللي ناقصين في بطوله الدوري. معقول يا جماعه يبقى احنا خلاص داخلين على بطوله الامم الافريقيه ونعطل الموسم اللي نفسنا يخلص بقى ونخلص منه في الحقيقه لبعد بطوله الامم الافريقيه؟ بالتحديد هو بيقولوا لي بيبقى 5 ماتشات على الدوري، يا حرام، خلص الموسم وشوف الفرق كلها تستعد ازاي. ففي الحقيقه دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يلجا ليها اللي هي خاصه بتكافؤ الفرص ومواعيد انتهاء الجوله الاخيره بالنسبه لكل الفرق. هيلجا ليها الفرق المهدده او اللي هبطت رسميا لدوري الدرجه الثانيه للفيفا امتى؟ بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه، وخد باقي مباريات بطولة الدوري على حسب كلام اتحاد الكرة. ففي الحقيقة اتحاد الكرة لو بيفكر أو كان فكر كمان من فترة سابقة كان لقى الحل بسهولة جدا قدامه، وكان حاول إن هو يضغط مبارياته أو بعض مبارياته المؤجلة للفرق المختلفة زي ما حصل مع النادي الأهلي. النادي الأهلي في شهر 2 لعب كل 72 ساعة ماتش، يعني تقريبا حوالي 8 ماتشات في شهر واحد، وده شيء غريب جدا. لكن النادي الأهلي مراعاة للظروف ومراعاة لكلمة موسم استثنائي التي تطبق فقط على النادي الأهلي، مش بقول كده عشان احنا في قناة الأهلي، لكن انت فكر فيها برضه، شوف مين اللي اتعرض أو مين أكتر واحد تضرر من كلمة موسم استثنائي، هتلاقي النادي الأهلي بس. لكن في فرق أخرى لو اتحاد الكرة كان طبق نفس المبدأ على الفرق دي زي ما حصل مع النادي الأهلي كان زمانك بطولة الدوري وبالدوليين كمان قبل معسكر المنتخب. لكن انت دلوقتي حطيت كل الفرق المتبقي ليها مباريات تحت او امام خيار واحد، خيار انك تخلص البطوله بعد بطوله الامم الافريقيه، وده اللي البعض اللي علاقاتهم كويسه جدا باتحاد الكوره واللي ليهم صوت قوي شويه في اتحاد الكوره بيرجحوا المبدا ده عشان ناس معينه ما تزعلش. والخيار اللي المفروض يفكر فيه اتحاد الكوره واللي زي ما شفنا تونس والمغرب وعادي اي حد بيعمله، يعني انك تلعب بطوله الدوري وتخلصها وتخلص من الموسم من غير دوليين، وخصوصا ان انت اهلي وزمالك عندك اهلي وزمالك عندك 4 هنا، 4 من الاهلي دوليين و4 من الزمالك دوليين في منتخب مصر. رغم كده كمان هتقول لي ما هو في تونس قال لك اللاعبين الدوليين هيخرجوا من المعسكر ويلعبوا مع انديتهم ويرجعوا على المعسكر المنتخب تاني، ده اقتراح برضه بس على حسب سمعناه ان اجيري رفض هذا الاقتراح. لكن عموما في حلول كتير جدا، ودلوقتي زي ما انتم عارفين في اجتماع في اتحاد الكره المصري لكره القدم. ليه؟ عشان بيناقشوا طبعا بيان النادي الاهلي، بيناقشوا الحلول
الخاصة بمسابقة الدوري، وكمان هيشوفوا هل هيكون في إمكانية إن البطولة تخلص قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية ولا لا، والإمكانية موجودة ومتاحة، بس الشخصية اللي تاخد القرار، الشخصية اللي تاخد القرار هي اللي هتحل الموضوع ده. لكن لو أنت عملت حساب لسين أو صاد مش هتحل حاجة، هتفضل محلك سر كده، هيفضل إن ده موسم استثنائي والموسم اللي جاي كمان استثنائي، وهتخش في اللي بعده استثنائي، وهتبقى بقالك 20 سنة في مواسم استثنائية. إمتى هنشوف مسابقة منظمة في الكرة المصرية من اتحاد الكرة المصري؟ إمتى هنشوف الكلام ده زي ما بنشوف في أوروبا؟ وأوروبا بس ليه؟ لا، ده أنت عندك في آسيا، في أمريكا، في أي حتة، في أي حتة بتشوف مسابقة منتظمة وماشية بقواعد ولوائح، لوائح مناسبة وما بتتغيرش كمان خلال المسابقة، ده شيء مهم جدا. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في مقر اتحاد الكرة المصري عشان يقول لنا كل الأجواء وآخر الكواليس هناك ماشية ازاي. يا شريف مساء الخير عليك يا زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بالفعل زي ما قلت أنا متواجد في اتحاد الكرة المصري، يمكن اتحاد الكرة المصري دعا لاجتماع طارئ في الرابعة عشرة، وبالفعل الاجتماع مستمر يمكن من الرابعة والنصف بالتحديد، كان اجتمع عدد مجلس الإدارة باستثناء يمكن الدكتور كرم فرجي علشان هو خارج البلاد. المجلس كله مجتمع من الرابعة والنصف، ودلوقتي الساعة السادسة والربع وإلى الآن لم يصدر قرارات من اتحاد الكرة. متوقع في خلال ربع ساعة أو ثلث ساعة بكثير هيكون في بيان من اتحاد الكرة المصري للرد طبعا على استفسارات النادي الأهلي أو زي ما النادي الاهلي سمى خطاباته بخطايا اتحاد الكره المصري، والشكوى اللي تقدم بها النهارده النادي الاهلي الى لجنه التظلمات لاتحاد الكره المصري. كل ده على مائده اتحاد الكره المصري في انتظار قرارات اتحاد الكره المصري. من المتوقع ان الاجتماع يخلص خلال قد ايه يا شريف؟ يعني انا متوقع كده من الكواليس 6:30 6:30 و5 بالكثير هيكون اتحاد الكره المصري اعلن القرارات، وهتكون على طول طبعا امامك امام مشاهدي قناه النادي الاهلي علشان خاطر يتابعوا معانا لحظه بلحظه كل اللي بيجري في اتحاد الكره المصري. يمكن خلاص احنا بنتكلم ثلث ساعه او ربع ساعه بالكثير باذن الله ويكون القرارات موجوده. متابعين وفي تغطيه خاصه وحصريه طبعا للشيخ قناه النادي الاهلي، اول ما القرارات تكون موجوده على طول هتكون معاك زميل امير. طيب شريف انا عارف ان انت شاطر ومجتهد جدا وعندك خبرات كبيره جدا، من خلال خبراتك واجتهادك في تواجدك في مقر الاتحاد المصري لكره القدم، هل قدرت تستشف الاتجاهات رايحه لحد فين من خلال مثلا كلامك مع بعض اعضاء الاتحاد قبل الاجتماع مع الحضور؟ هل في اتجاهات الامور رايحه لحد فين؟ طبعا شهاده كبيره ما من زميل امين طبعا ما تتكلم في حاجه زي كده، دي تستحقها في الحقيقه. اتفضل. الحاجه الثانيه ان بالفعل في اعضاء اتحاد الكره منقسمين، البعض بيطالب ان تجرى باقي مباريات الدوري الممتاز قبل بدايه الامم الافريقيه من غير اللعيبه الدوليين. تمام. في توجه كبير في مجلس الاداره، كبير طبعا، ولكن هيحسم الامور ديت التصويت على ترابيزه الاجتماع بالسلب او بالايجاب، ولكن الاقرب يعني من خلال الكواليس اللي ممكن يعني ما تلاقيش مثلا يعني اغلبيه، ممكن ما يكونش فيها موافقة، يمكن علشان خاطر عامل الوقتي عدد اللعيبة الكبير في بقية الفرق في منتخب مصر ما بين المنتخب الأول وبين المنتخب الأولمبي، يمكن دي حاجة. الحاجة الثانية إن مواعيد زي ما علمت أو كابتن شوبير أعلن نائب رئيس الاتحاد إن هيكون مد من الاتحاد الأفريقي لمدة أسبوع علشان خاطر القيد، دي ممكن كلها حلول تطرح بعد قليل. امبارح سربوا مواعيد الجدول يوم 22 و25 و29 كلها تسريبات طالعه من تسريبات، ما فيش اي قرار رسمي او اي جواب بيطلع خالص من اتحاد الكره الفتره اللي فاتت، مش عارف ليه يعني. المهم كمل. اتعودنا اتحاد الكره عودنا يطلع الاول يسرب الاول الخبر، يشوف رد فعله في السوشيال ميديا عامل ازاي، مع الانديه عامل ازاي، وبعد كده هو تلاقي القرار الرسمي.
امبارح سرب ب 22 25 29 الدوري الجديد 17 9 لكن الرسمي ما فيش، فاحنا منتظرين بعد ربع ساعه يكون في قرارات رسميه وتكون عندك اول باول، علشان طبعا مشاهدي قناه الاهلي يكونوا مطلعين على الاخبار اول باول. هنتواصل معاك اكيد يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بعد قليل هنتواصل مع زميلنا العزيز شريف شعبان والمتواجد في مقر الاتحاد المصري لكره القدم عشان نعرف اخر القرارات، لو في قرارات رسميه هيطلعوها مش تسريبات بس زي ما هو بيقول، لان في الحقيقه الفتره الاخيره للاسف اتحاد الكره بيسرب بس اختبارات وتسريبات حاجات كده يعني للناس عشان نشوف الاراء تبقى ماشيه ازاي، حتى لما بيشوف الاراء ما بيطلعش قرارات رسميه يعني للاسف، لكن هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. جزئيه القيد يا جماعه، جزئيه القيد جزئيه مهمه جدا جدا، يعني انت دلوقتي عندك الاهلي والزمالك وبيراميدز، بمناسبه الزمالك وبيراميدز والله العظيم الاهلي في قراراته دي بيجيب حقكم انتوا كمان، بس انتوا تقريبا مش واخدين بالكم او مش عايزين تاخدوا بالكم. يعني لو الاهلي قال هروح يمين، لو الخطيب قال انا رايح يمين، لا 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 احنا هنروح شمال حتى لو مصلحتك موجوده الناحيه دي في اليمين، والعكس كذلك لو الخطيب قال لك انا رايح شمال هتقول لا 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 انا هروح الناحيه الثانيه ومش عارف ايه، لا الاهلي غلطوا، حتى لو الاهلي عنده حق وكمان انت يكون ليك حق في القرارات دي. فكر اعقل الامور وخلي مصلحه الكره المصريه هي الاول، مش مصلحتك انت وعندك انت، فكر في الكره المصريه بس، فكر في الكره المصريه، فكر في فريقك السنه الجايه هيخوض المسابقات بطريقه ازاي، هتأيد لعيبتك امتى، هتتعاقد مع لاعبين امتى، هتستغني عن لاعبين امتى. طيب بمناسبه اهلي وزمالك وبيراميدز، حتى الان الاهلي هو المشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، الزمالك وبيراميدز خلينا نقولها واحد سيان، مش هتفرق مع الادارتين حسب ممكن يتفقوا تضامن ممكن يحصل ما بينهم يعني، لكن عموما المفروض حتى الان بيراميدز طبقا للجدول حتى الان بخلاف مباراه الزمالك المؤجله، بيراميدز هو اللي هيشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. والاتحاد الافريقي قال ان اخر ميعاد يوم 30/6 عشان تقول لي الفرق، بيقول لي اتحاد الكره عشان تقول لي الفرق اللي هتشارك في البطولات الافريقيه سواء الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. الاهلي حسب خلاص الامور بقى في دوري ابطال افريقيا، الزمالك وبيراميدز. طب انت ازاي هتقدر تخاطب الاتحاد الافريقي وتقول له ان خلاص الانديه او الاربع انديه كمان في المصري حسب الكاس هيتلعب اصلا ولا لا، حسب الامور دي كلها اللي انتم عارفينها يعني. فانت ازاي هتخاطب الاتحاد الافريقي تقول له ايه؟ التلاتة دول هم اللي هيشتركوا أو الأربعة دول هم اللي هيشتركوا في البطولات الأفريقية، وأنت الدوري عندك هيخلص يوم 29/7، يعني هيكون عدى شهر على الميعاد اللي أنت بلغت فيه اللي المفروض تبلغ فيه الاتحاد الأفريقي. هتعمل الموضوع ده إزاي؟ طيب فترة القيد إمتى؟ تفتح في الاتحاد الأفريقي بداية من أول شهر 7، بتدفع غرامة مالية بعد يوم 20/7. النادي الأهلي إمبارح طلب من اتحاد الكرة إيه؟ افتح القيد، لان انت عشان تأيد لعيب افريقيا لازم تأيده محليا الاول، ده طبيعي جدا. افتح القيد يا عم بالكتير يوم 10/7، ما بقولكش تفتحوا لي يوم 1/7 زي فترات الاتحاد الافريقي عشان اقدر اشتغل واتحرك براحتي، لا خد 10 ايام اهو من عندي وسيب لي 10 ايام قبل ما ادفع الغرامات. الغرامات بالمناسبه من يوم 15 ليوم 20 بتبقى $150 لو انت هتأيد لعيب، ومن يوم 20 ليوم 30 اللي هو اخر يوم بيبقى $500. المهم دي من ضمن طلبات النادي الاهلي اللي قالها امبارح لاتحاد الكوره، وده شيء هيكون مهم جدا انك تحاول تحل القصه دي عشان كمان فتره القيد، عشان تقدر تتحكم في القوائم بتاعتك. اهلي زمالك بيراميدز، مش اهلي بس، اهلي زمالك بيراميدز والفريق الرابع سواء المصري او هنشوف بطل الكاس لو الكاس هيتلعب امتى، بس هو كده في الغالب هيكون المصري بورسعيدي لان هو خلاص المركز الرابع. فانت ازاي هتحل الموضوع ده؟ قال لك اصل هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال ان هو هيجيب استثناء من الاتحاد الافريقي 5-6 ايام اسبوع، يعني على يوم 5 اغسطس كده الفرق تقدر ان هي ايه تأيد لاعبتها. طب ما هي هتأيد بغرامات، طيب حتى لو بعد كده هيكون في لوائح معينه لمشاركه اللاعبين اللي انت هتأيدهم في فتره غير متاحه اصلا من البدايه. طب ما انت كده هتضطر ان انت في لاعبين معينين هم اللي يشاركوا في الادوار الاولى ولاعبين الجدد هم اللي هيشاركوا في الادوار اللي بعد كده، فبالتالي ممكن تاثر بالسلب عليك انت. اهلي زمالك بيراميدز كله، مش بنتكلم على الاهلي بس. فبصراحه حاجه غريبه، ما اعرفش اتحاد الكره هيحل دي ازاي، وهو معتمد على العلاقات مع الاتحاد الافريقي، ما اعتقدش في ظل الازمات اللي بنسمعها والكلام الكتير اللي بنسمعه في الاتحاد الافريقي خلال الفتره اللي فاتت، مش هيبقى فيه حساب العلاقات دي، حتى لو نجحت في كده مش هيبقى فيه وقت للانديه ان هي تأيد لعبتها. كمان من ضمن القرارات المهمه جدا اللي قالها النادي الاهلي لاتحاد الكره وهي بتتخصص او بتتعلق بالفار، اتحاد الكره النادي الاهلي كان بعت له خطاب
هقول لكم امتى بالظبط. الخطاب كان يوم 3/9/2018 وطلب فيه تطبيق تقنيه الفار بسبب الاخطاء التحكيميه الكارثيه الكثيره في بطوله الدوري بشكل عام، والاهلي من اكثر الانديه اللي تضررت من هذه الاخطاء، وكل الفرق في الحقيقه مش الاهلي بس برضه منطقيين. طب بعد خطاب للاتحاد الكره قال لهم يا جماعه شوفوا حل وطبقوا تقنيه الفار زي ما في بعض الدوريات بتعمل هذه التقنيه. اتحاد الكره رد على النادي الاهلي بخطاب في يوم 4/10/2018 قال له ايه؟ قال له احنا بدايه من يوم 1/1/2019 هنطبق تقنيه الفار. احنا النهارده كام؟ النهارده كام يا جماعه؟ النهارده 9/6، يعني المفروض من 6 شهور فاتوا كنا بنلعب المباريات بفار. طب ما تطبقش ليه؟ لا انت بقى انت مش حاولت ان انت تطبقه، انت اثرت على حكامك سلبيا. ازاي؟ اللي عايز يجيب حكام اجانب يجيبهم، اللي عايز يا جماعه اي ماتش يلعب بحكام اجانب يلعب. اثرت على الحكام معنويا، اثرت على تكافؤ الفرص في المنافسه سواء في القمه او في القاع في بطوله الدوري، اثرت كمان على الفرق نفسها في كيفيه اداره المباريات ومين اللي هيدير، وقبل المباراه ب 24 ساعه ممكن نعرف الحكم. بدل ما تطور المنظومه التحكيميه وتجيب الفار، وحسب الخطاب اللي انت بعته للنادي الاهلي واكدت له ان انت هتطبق الفار من يوم 1/1 اول السنه دي، ومع ذلك ما قلتش اي اسباب لعدم تطبيق تقنيه الفار. لو قلت مثلا نستنتج نتوقع السبب ايه، ان انت التقنيه دي عايزه وقت. طب اشتغل من دلوقتي، حاول يلا من دلوقتي عشان الموسم الجديد تطبق التقنيه دي، عشان الموسم الجديد ما تشوفش اي اخطاء تحكيميه كتير، اي بلاوي كمان تحكيميه. بصراحه في بلاوي كتير حصلت في الدوري الموسم ده بسبب التحكيم. طور من نفسك، حاول تطور من نفسك. اتحاد الكره الكلام موجه لاتحاد الكره، ليه مش عايزين تطوروا؟ مش عارف ليه. كل واحد شاري دماغه ما عدا واحد بس اتحاد الكره، واللي بيتكلم في الصح وبيقوله علنا هو الكابتن احمد شوبير، في بعد ذلك مفيش حد. وانا بتكلم بصراحه يعني، دي كانت مقدمه مهمه وكلام مهم جدا. نتمنى من خلال قرارات اتحاد الكره النهارده يكون في انصاف لصالح الكره المصريه، مش لصالح اهلي ولا لصالح اي حد تاني، انصاف لصالح الكره المصريه. نتمنى من اتحاد الكره ان هم يشوفوا حل، واكيد هنوافيكم بكل جديد في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكره اللي بيقام خلال هذه اللحظات. خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على الاهلي في الصحف الاول النهارده، يلا بينا. الاخبار المسائي، الاهلي يشكو الجبلاية لفيفا. الاخبار، معركة الدوري ما زالت مستمرة، الاهلي يلجأ للتظلمات والتسوية والمحكمة الرياضية الدولية والفيفا. المصري اليوم، الاهلي واصل التصعيد مع الجبلاية. المسا، الأهلي يصعد أزمة الدوري للفيفا، مجلس الإدارة يطالب اتحاد الكرة بلائحة منضبطة للمسابقات. الأهرام المسائي، الأهلي يظهر العين الحمراء، المجلس يقرر التصعيد مع اتحاد الكرة في معركة الدوري، اللجوء إلى لجنة التظلمات والتصعيد للمحكمة الرياضية وارد جدا كمان. الوفد، الأهلي يتمسك باستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا ويحذر من أزمة القيد. الأخبار المسائي، الأهلي يحمل الجبلاية أزمة القيد الأفريقي. بالمناسبة لسه في مستندات تانية الأهلي مطلعهاش، لسه في مفاجآت تانية الأهلي ممكن يعلن عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأهلي مش هيستنى الوقت يضيع. الأهلي هياخد الموضوع بتسلسله الطبيعي، الأول بتروح للجنة التظلمات لاتحاد الكرة، بعد كده مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، بعد كده بتروح للفيفا، وآخر حاجة خالص المحكمة الرياضية الدولية عشان تشوف حل للقصة اللي أنت فيها دي. الأهلي مش هيسكت وهياخد الخطوات الطبيعية والقانونية بطريقة قانونية، زي ما الأهلي كده بعت المذكرة القانونية النهارده من خلال المستشار القانوني بتاعه والمستشار القانوني الخاص بلجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري. خلينا نبتدي بالأخبار المسائي، واللي بيقول إن الأهلي بيشكو الجبلاية للفيفا، وده هيكون زي ما قلت لحضراتكم من خلال خطوات
عدة قانونية النادي الأهلي بياخدها بطريقة قانونية وبطريقة مرتبة جدا جدا جدا. ده كان أول خبر معنا من الأخبار المسائية. الخبر الثاني اللي هو خاص بالأخبار وبيتكلموا عن ان معركه الدوري ما زالت مستمره، الاهلي يلجا للتظلمات والتسويه والمحكمه الرياضيه الدوليه والفيفا، هي معركه مستمره ومعركه طويله بس خلاص الواضح ان هيكون في نهايه ليها قريب جدا خلال ساعات قليله قادمه عشان نشوف حل في الموضوع ده وعشان نركز بقى مع المنتخب المصري في بطوله الامم الافريقيه ونشجعه بقى كويس، وده طبيعي ده لازم يعني نشجعه بكل حماس اكيد يعني، لكن عايزين نتفرغ الموضوع ده ما يبقاش فيه مشاكل محيطه كمان بهذه البطوله. طبعا المشاكل دي مش هتاثر على البطوله لكن عشان كمان تبتدي موسم جديد بشكل كويس على نظافه كده من الاخر يعني، تبتدي موسم على نظافه من غير اي امور تقدر بشانها تعكر صفو الدوري المصري زي ما بنشوف هذا الموسم يعني. مصر اليوم طبعا بتتكلم في نفس الخبر، الاهلي وصل التصعيد مع الجبليه واكيد الاهلي هيفضل يدور على حقه، والله كمان حق الانديه المصريه كلها، حق الانديه المصريه كلها مش حق النادي الاهلي، ولازم ناكد على الموضوع ده لان في ناس بتاخد الموضوع موضوع شخصي شويه. الاشخاص في الاهلي، الاشخاص في الزمالك، الاشخاص في اتحاد الكوره ممكن يقول لك اصل ده عايز يمشي كلمته فانا لا انا هقف ضده، خلاص فكر في مصلحتك. والله فكر في مصلحتك، لو فكرت في مصلحتك هتلاقي مصلحتك مع مصلحة الأهلي، مع مصلحة بيراميدز، مع مصلحة الاتحاد، مع مصلحة الزمالك، كل الأندية، كل الأندية. وفي الآخر هتكون دي مصلحة الكرة المصرية. ده فعلاً، ده حقيقي، فكر بمنطقية من غير انتماءات، سيب الموضوع كده من غير انتماءات وفكر فيه. ما تقولش أنا أهلاوي، أنا زملكاوي، فالعاطفة هتاخدني ناحية مجلس إدارة نادية عايز إيه أو رئيس النادي بتاعي عايز إيه. فانا متضامن معاه ايا كان هو بيتكلم صح ولا غلط، لا فكر بمنطقيه وشوف هتلاقي فعلا 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 هتلاقي ان القرارات بتاعت النادي الاهلي قرارات صحيحه لصالح الكره المصريه مش لصالح الاهلي بس خالص. الاهرام المسائي وبيقول لك الاهلي بيظهر العين الحمراء. الاهرام المسائي يا جماعه بالظبط كده، الاهلي يظهر العين الحمراء، المجلس يقرر التصعيد مع اتحاد الكره في معركه الدوري واللجوء الى لجنه التظلمات والتصعيد للمحكمه الرياضيه وارد ووارد جدا جدا، وممكن يكون في خطوات من بكره للنادي الاهلي على فكره، ممكن يكون في خطوات بكره للنادي الاهلي، خطوات جديده غير اللي انتم قريتوها وعرفتوها امبارح يعني. لازم النادي الاهلي كان يظهر العين الحمراء، وهو العنوان يعني اوكي يعني حد يعني بيحاول نتكلم عن ان النادي الاهلي شخصيته قويه والطريقه دي، طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ذو شخصيه قويه جدا، وفي الحقيقه مش مجلس اداره الاهلي الحالي، كل مجالس ادارات النادي الاهلي على مدار التاريخ في اسس ومبادئ وقيم واخلاقيات معينه بيمشوا من خلالها، هو سيستم موجود في النادي، والله سيستم موجود في النادي بيمشي من خلاله اي مجلس اداره، فبالتالي مجلس الاداره الحالي بيدور على حق النادي الاهلي وحق الكره المصريه. فده كان عنوان الاهرام المسائي. الوفد كمان بتقول الاهلي بيتمسك باستكمال الدوري قبل امم افريقيا ويحذر من ازمه القيد، ودي اللي اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا في الحقيقه، لان ازمه القيد دي هي ابرز حاجه، ابرز حاجه في القصه كلها موضوع القيد. انت امتى هتأيد لعيبتك؟ امتى هتمشي اللاعبين او هتعيرهم؟ طب ده في موقف كمان موضوع المعارين ده، انت هتعمل ايه؟ يعني الاعارات اللي خارجه من النادي الاهلي مثلا والانديه كتير، في انديه كتير مطلعه اعارات. الطبيعي زي اي ناس كده عاديه الدوريات بتخلص في اول سته بالكتير. اول سته بالكتير قوي بيكون الدوريات في اي حته في العالم خلصت. فانت طبيعي جدا العقود بتتعمل ايه؟ يوم 30/6 تنتهي فتره اعارتك، لو ست شهور او حتى لو سنه، الموسم الكروي بيخلص في الفتره دي، عشان بمجرد ما بيخلص الموسم الكروي بالمناسبه بيتم فتح باب القيد. وعلى فكره، على فكره من ضمن بنود الاتحاد الدولي لكره القدم ان ما ينفعش، ممكن واحد دلوقتي يقول لك ايه؟ طب ما الفرق اللي خلصت بطوله الدوري ممكن هم يأيدوا لعيبه ويبيعوا لعيبه عادي، ما خلصوا بطوله الدوري. لا يا حبيبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم من ضمن اللوائح بتاعته انك لازم الدوري يخلص بالكامل، كل الانديه تخلص الموسم بتاعها عشان باب القيد في الاتحاد المحلي بتاعك يتفتح، ومن ثم تقدر تأيد في الاتحاد القاري بتاعك اللي هو الاتحاد الافريقي، احنا بنتكلم على مصر هنا والانديه المصريه.
فما ينفعش خالص ان انت تقدر تتعامل اي نادي اخر يعني يقدر ان هو يأيد او يستغني عن بعض اللاعبين الا بعد ما الدوري بالكامل يخلص. فكلها امور يا جماعه وملابسات والله العظيم مهمه جدا جدا يعني. طيب اتكلمنا في الجزئيه دي، خلينا دي كانت اخبار الاهلي طبعا في الجرايد واتكلمنا فيها بتفاصيل كتير جدا. وبالمناسبه كل الحديث على قرارات النادي الاهلي امبارح، وده شيء طبيعي ومنطقي جدا عشان بيحاولوا الناس كمان يشوفوا الصحفيين طبعا المحترمين وكل الصحف والمواقع ان هم يشوفوا حل لهذه الجزئيه وبيعرفوا الناس بدورهم الطبيعي يعني. خلينا نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في المواقع، يلا بينا نروح. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يخطر اتحاد الكرة بقرارات اجتماع مجلس الإدارة. فيتو مصدر بالأهلي: خطوات تصعيدية أخرى في الطريق بعد اللجوء إلى الفيفا. في الجول: مستشار الأهلي القانوني يشكو اتحاد الكرة أمام لجنة التظلمات. يلا كورة: الأهلي يرسل شكوى للتظلمات 11 سببا لإنهاء الدوري قبل 30 يونيو. بطولات: مستشار الأهلي: لدينا أوراق لم نفصح عنها بعد ونطالب اتحاد الكرة باللعب النظيف. كرة: فرج عامر: الأهلي على حق واتحاد الكرة سبب خلل المنظومة. سوبر كورة: كريم بامبو أولى صفقات الأهلي الصيفية والإعلان خلال أيام. ضابط أخبار اليوم: الأهلي يرفض توصيات لاسارتي برحيل ربيعة. أوكي أخبار طبعا متعلقة بنفس القضية اللي احنا بنتكلم فيها. نبتدي بفيتو، واللي بيقول كلام من خلال مصدر داخل النادي الاهلي على حسب جريده فيتو ان خطوات تصعيديه اخرى في الطريق بعد اللجوء للفيفا، واحنا شرحنا لكم الامور هتبقى ماشيه ازاي بالتسلسل الطبيعي بتاعها والقانوني كمان اللي لازم النادي الاهلي يمشي من خلاله. فبالتالي اكيد اكيد الخطوات دي هتكون مهمه، وبدورها النادي الاهلي يكون بيوثق كل الاحداث اللي بتحصل في الكره المصريه بالتحديد هذا الموسم. والاحداث دي يا جماعه من الاخر كده في صالح النادي الاهلي. يعني انا لو دلوقتي النادي الاهلي راح بالكلام ده للفيفا طبيعي جدا، طبعا حاجات كلها قانونيه انا ماليش في الجانب القانوني، بس انا بتكلم منطقيا. منطقيا النادي الاهلي على حق. منطقيا لوائح الاتحاد المصري للمسابقه هذا الموسم، مسابقه الدوري بالتحديد، ما تنفذتش واتغيرت اكتر من مره، والمواعيد بتاعت المؤجلات والمباريات بتتعدل اكتر من مره، وكمان بتديني مواعيد لمؤجلاتي من غير ما تقول لي الميعاد التاني انا هلعب فيه امتى، وبتدي لناس تانيه مباراه مؤجله وبتاجلها لهم مره كمان. ده احترامي لاي حد على فكره، احنا مش بنتكلم ضد حد معين والله خالص، احنا بنتكلم احنا بنحترم كل جماهير الكره المصريه كلهم كلهم، بس احنا بنتكلم بالمنطق بس، بالمنطق بس. فده شيء كان مهم جدا. في الجول بتقول: المستشار الاهلي القانوني يشكو اتحاد الكره امام لجنه التظلمات، وده اللي حصل النهارده من خلال مذكره رسميه راحت للمستشار القانوني للجنه المسابقات باتحاد الكره، واللي بعتها طبعا المستشار لجنه او مستشار النادي الاهلي اكيد بعتها له النهارده. طيب كوره: تصريح على لسان الحاج فرج عامر، المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، واللي بيقول ان الاهلي على حق واتحاد الكره سبب خلل المنظومه. طيب ده واحد من القماطه الكبيره في الكره المصريه، المهندس فرج عامر في الحقيقه يعني، والراجل ليه صوت وباع كبير جدا في الكره المصريه، واكيد ليه راي مهم قوي، ومن ضمن الانديه اللي موجوده في الدوري المصري، ومن ضمن الانديه اللي ممكن تتضرر حتى لو مش هيشاركوا افريقيا. حتى لو مش هيشاركوا افريقيا هيتضرر ليه؟ لان انت برضه مرتبط بنفس الميعاد اللي هيتم فتح بيه في باب القيد للانديه المشاركه في البطولات الافريقيه، انت هتبقى ملزم معاهم بنفس الميعاد، لان زي ما شرحت لحضراتكم الاتحاد الدولي في بنوده وفي لوائحه ان انت ما ينفعش تأيد اي لعيب اخر في توقيت غير توقيتات بعد لما الدوري يخلص بالكامل لازم. طيب خلينا نروح سريعا للمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. يا باشمهندس مساء الخير عليك.
زي حضرتك. الحمد لله. في البدايه طبعا ببارك لك على بقاء سموحه في بطوله الدوري، فريق كبير امكانياته كبيره، ودايما دايما جماهير الكره المصريه بتتمنى تواجد فرق بحجم نادي سموحه رغم الموسم الصعب والعصيب اللي انتم مريتوا بيه هذا الموسم. ايوه اشكر سيادتك، اشكر سيادتك. طبعا احنا مرينا بموسم صعب جدا وموسم معقد جدا وموسم كان فيه التحكيم لعب دور كبير قوي قوي قوي. النتائج للاسف والناس كثيره لجأت للتحكيم الاجنبي وده نقص خطير جدا بيدق في الكوره المصريه. والدوري السنه دي كان ملخبط لخبطه كبيره قوي، تمام، وما كانش حد عارف راسه من رجليه. وللاسف وصلنا لمرحله سيئه جدا. نتمنى الا تتكرر طبعا، لان وانا من اول السنه متوقع ان الدوري مش هيكمل، ان الدوري السنه دي ملوش طعم وملخبط ومحدش عارف هو مواعيده امتى ومباراته امتى. كان في تغييرات وتبديلات كثيره جدا، بالرغم طبعا ان كان في ارتباطات افريقيه وكان في ارتباطات عربيه، لكن للاسف ان الدوري السنه دي كان يعني دوري سمك لبن تمر هندي، مفيش سمك أي لبن تمر هندي. بالظبط. طيب باشمهندس، كيف تابعت قرارات النادي الاهلي بالامس والمذكره والبيان الخاص بالنادي الاهلي امبارح؟ والله هو طبعا انا شفت قرارات النادي الاهلي وشفت النادي الاهلي بيقول ايه، وحسيت ان الاهلي فيه منطقيه في الكلام كويس، وان الكلام اللي الاهلي بيقوله معقول، وان الدنيا ماشيه في الطريق الصحيح. حسيت ان الغالبية العظمى بما ورد من خطاب النادي الأهلي هو اللي أنا نفسي أقوله ونفسي أكلمه وإنه بيعبر عن رأينا تماما. فحسيت إن أنا يعني تضامني مع الأهلي يدي جرس إنذار لاتحاد الكورة إن ما ينفعش أبدا الدنيا تبقى ماشية بالطريقة اللي هي ماشية بها. الحل من وجهة نظرك يا باشمهندس، شايف الحل ممكن يكون إزاي للأزمة الحالية؟ والله بص هقول لك على حاجة، الدوري ده عامل زي كورة الصوف اللي قعد اتحاد الكورة المكعبلة، اتحاد الكورة قعد يكعبلها، هي كانت كورة صوف طبيعية، قعد يكعبلها 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 لما دي غرزت جوه كورة الصوف أو بكرة الصوف، لا هو عارف يفكها ولا عارف يحلها ولا عارف يطلع ايديه منها. فاحنا وصلنا لنقطة فيها اختناق شديد جدا. اختناق شديد جدا. كان يجب ان اتحاد الكورة يكون أكثر شفافية وأكثر شجاعة وأكثر وضوح وأكثر عدالة وأكثر شجاعة. وأكثر شجاعة. وأكثر شجاعة. يعني بعد إذنك الأهلي لما تعرض لهذا الظلم اتكلم والناس سمعته. أنا السنة اللي فاتت لما تعرضت للظلم في نهائي الكاس 2014 لما تعرضت للظلم في نهائي الكاس احنا ما حدش سمعنا. محدش سمعنا. هو برضه كان تضارب في القرارات. فانا مع الاهلي ان اتحاد الكوره قراراته متضاربه. محدش عارف مين اللي بيتخذ القرار. واخد بستك، واي قرار بياخده بيرجع فيه. وبعدين يلجا لمسؤولين اخرين ويلجا الى قعده عرب والقعده صلح وعشان خاطري. فالكوره لا تضار بذلك النظام. الكوره لازم لجنه الانديه محترفة، ولجنة الأندية المحترفة دي تكون عندها الصلاحيات زي الدوري الإنجليزي بالظبط، يا ريت، وتدير الدوري بطريقة احترافية زي الدوريات ما بتدار في أوروبا. لكن للأسف اتحاد الكورة عايز يمسك كل حاجة عشان يدير كل حاجة، وهو غير قادر على إدارة كل حاجة مع الاحترام دول كأفراد. لكن اللي أنا شايفه إن القرارات فيها قدر كبير جدا من الخواطر وقدر كبير جدا من الهات وخد. يعني خدت بسكتك، يعني هات وخد، للاسف حبه فوق وحبه تحت. طيب باشمهندس، عايز اسالك في حاله ان اتحاد الكره تمسك بموقفه وان المسابقه تستكمل بعد بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي اكيد حضرتك عارف مشكله القيد لازم الدوري كله يخلص بشكل كامل، هل هيبقى في خطوات؟ لو الاهلي دلوقتي وقف وما اشتركش، لو الاهلي وقف وما اشتركش وصعب المشاكل. وطبعا انا مستاء جدا ان مشاكلنا الداخليه تروح للكاس اللي هي المحكمه الرياضيه، تمام، تروح للفيفا ويبان ان مصر بجبروتها وقوتها
وبحضرتها مش عارفه تنظم دوري، دي كارثه. دي يعني طبعاً. اللي احنا بنعمله ده واللي احنا بننظمه ده، وخلي بالك هينعكس على نتائجنا في بطوله الامم، وده منعكس على ترتيبنا على افريقيا. احنا حضرتك الثامن على افريقيا للاسف. كل مصر تتمنى ان احنا نكسب وعايزين نكسب، بس بالطريقه اللي فيها اللي بيحصل دلوقتي ما بتبشرش بخير. النصيحه اللي حابب تقولها لاتحاد الكره قبل ما ياخدوا قراراتهم، اعدلوا وكونوا واضحين، وما فيش حد وما فيش قيس بمكيالين، ولا ما تخافوش من حد طالما انتوا او هم ما تخافوش من حد. دي جزئيه مهمه. هم بص هم كافراد هم ناس محترمه طبعا طبعا، لكن هم على مستوى الاداره بالظبط كده هم بيعملوا حسابات لحاجات مش موجوده في الدنيا. يعني بيعملوا حسابات لحاجات مش موجوده في الدنيا. انت لازم تعامل الناس كلها زي بعضها. انت ما تخافش من حد وما يهمكش حد، خدت بالك؟ انما انت قلقان وخايف تترعش، فانت مش عارف تاخد قرارات. للاسف للاسف. أنا بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخلة الهامة جدا 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 مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، واللي قال موقفه علانية أمام الجميع وتأييده لقرارات النادي الأهلي ليه من وجهة نظره، لأن شايفها هي في صالح الكرة المصرية، ودي حقيقة القرارات دي كلها في صالح الكرة المصرية عشان تشوف موسم جديد بشكل جيد وبشكل مناسب وملائم لمسابقة تكون محترمة. وكمان المسابقه لما تكون محترمه ومنظمه هتشوف مستويات فنيه اعلى من اللي انت شفتها في الموسم اللي لسه ما خلصش لحد دلوقتي، ومش عارفين هيخلص ازاي وامتى، والامور هتستقر على فين في النهايه. لكن كلام اكيد كان مهم جدا من المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. وبالمناسبه عايز اكد على كلام المهندس فرج عامر، كل الاعضاء في اتحاد الكره المصري لهم كل التقدير وكل الاحترام الكامل المتكامل وكل حاجه، ونحترمهم جدا جدا جدا. الاختلاف فقط في كيفيه الاداره، كيفية إدارة اتحاد الكرة أو كيفية إدارة المسابقات المحلية للكرة المصرية، هي دي بس، هو ده هي دي الجزئية بس، الجزئية اللي فيها اختلاف بس، لكن غير كده الناس دي أكيد محترمة وناس كويسين جدا على عيننا وعرسنا وكل حاجة يعني. طيب ده كان خبر للمهندس فرج عامر، وكمان كان معانا مداخلة. نروح لخبر آخر من سوبر كورة واللي بتتكلم فيه عن تعاقدات النادي الاهلي. سوبر كوره بيقولوا ان كريم بامبو او اولى صفقات الاهلي في الصيف، والاعلان هيكون خلال ايام. طيب هو كل واحد اكيد ليه حق ان هو يجتهد ويقول، وانا امبارح قلت لحضراتكم ان لسه النادي الاهلي ما حسمش امور كتير جدا من ضمنها كريم بامبو. كريم بامبو ناس كتير قوي بتقول ان هو وقع رسميا للنادي الاهلي، ما وقعش رسميا للنادي الاهلي، وحتى الان لسه كريم بامبو الموضوع لسه مش منتهي بالنسبه للمطروح. ممكن يكون من المطروحين، ممكن يكون من المطروحين، لكن اي اعلان رسمي على الصفقات هيكون من خلال قناه الاهلي، الموقع الرسمي طبعا للنادي الاهلي بشيء مؤكد يعني. لكن كل اللي انتم بتسمعوه حتى الان دي اجتهادات، ولو فعلا في حد وقع او حد خلص مع النادي الاهلي احنا هنقول لحضراتكم، لكن كلها اجتهادات وهنسمعها كتير جدا خلال الفتره اللي جايه، وشيء انا شايفه مش طبيعي في الحقيقه، واكيد حضراتكم شايفينه مش طبيعي لان الموسم لسه ما خلصش برده لحد دلوقتي. ازاي هتقدر تتفاوض مع لاعبين اخرين وهم لسه عندهم مباراه؟ يعني كريم بامبو ده مثلا عنده مباراه امام نادي الزمالك من ضمن المؤجلات لنادي الزمالك، ومن المقرر على حسب كلام اتحاد الكره المباراه تكون بعد الامم الافريقيه. فازاي هتتكلم مع لعيب لسه مرتبط مع ناديه؟ هتقول لي خلاص هو عقده بينتهي مع النادي الاسماعيلي، اوكي مفيش مشكله، بس انت لسه ما ظبطتش امورك، انت لسه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي، ممكن تكون بتحدد احتياجاتك، لكن برضو في اسس معينه انت بتمشي من خلالها، وفي اساليب معينه انت بتبقى مركز فيها وعايز تتبعها عشان تمشي بطريقه صحيحه. لكن اللي عايز اكده لحضراتكم كلها اجتهادات كريم بامبو، حتى الان لم يوقع العقود مع النادي الاهلي، وتواصلنا معاه وسالنا وعرفنا والكلام ده ما حصلش خالص يعني. بوابة أخبار اليوم خبر آخر واجتهاد آخر يعني، وهو خاص بأن الأهلي بيرفض توصيات لاسارتي برحيل رامي ربيعة. طيب يعني هو رامي ربيعة من ضمن اللاعبين المميزين جدا في النادي الأهلي، ومن ضمن اللاعبين اللي اليوم تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، ولولا الإصابات كان زمان رامي ربيعة ده واحد من اللاعبين اللي سطروا عدد كبير جدا من البطولات مع النادي الاهلي، ومع كمان منتخب مصر. منتخب مصر شارك في بطوله الامم الافريقيه المره اللي فاتت من غير رامي ربيعه بسبب الاصابه، وكان من العناصر الاساسيه قبل البطوله والتصفيات وكل حاجه. شارك في كاس العالم من غير رامي ربيعه، لعيب مهم ودولي ولعيب مميز جدا. وبالمناسبه مستر لاسارتي
مقتنع جدا برامي ربيعة وعارف ان هو مدافع قوي جدا. الكلام ده غير صحيح حتى هذه اللحظه، مفيش الكلام ده. ومناسبه الخبر ده خليني اقول لحضراتكم خبر خاص بلجنه التخطيط في النادي الاهلي المشكله من طبعا الكابتن الكبير كابتن طه اسماعيل رئيس هذه اللجنه، وكمان عضويه كل من الكابتن الكبير كابتن زكريا النصر والكابتن الكبير ايضا الكابتن خالد بيبو. النهارده كان في اجتماع لجنه التخطيط للكره مع الجهاز الفني للنادي الاهلي لاول مره هذا الاجتماع. الاجتماعات قبل كده كانت مع الكابتن محمود الخطيب من خلال اجتماعين او ثلاثه كانوا بالكثير قوي، لكن النهارده الاجتماع كان مع الجهاز الفني. خلينا اقرا لحضراتكم الخبر. عقدت لجنه التخطيط للكره بالاهلي برئاسه الدكتور طه اسماعيل اجتماعا اليوم مع الجهاز الفني الفريق الاول لكره القدم في خطوه اولى لاطلاع اللجنه على رؤيه الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي والذي يقترب من الانتهاء، والتطرق لبعض الامور الفنيه والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليا او في مشواره الافريقي. كمان تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الاهلي وجماهيره. الجلسه جاءت تمهيديه في المقام الاول وشرح خطوات عريضه لخطه العمل لاستثمار الوقت. استثمار الوقت. ماشي، هو في نفس السياق ان الموسم لم ينتهي حتى الان للاسف، لكن لاتاحه الفرصه لقراءه كافه الامور الخاصه بالتجهيزات الفنيه والاداريه من جانب لجنه التخطيط والتي سوف تستكمل اجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفتره القادمه. يعني اكيد هيكون في اجتماعات اخرى كتير جدا خلال الفتره اللي جايه ما بين لجنه التخطيط والنادي الاهلي. كمان كل خبر ويكون هناك اعداد لتصور متكامل من كافه الجوانب وتحديد مكان وموعد فتره الاعداد للموسم الجديد، وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على حضور الاجتماع لاستضاحه الصوره خاصه، وانه يعمل على توفير كافه احتياجات الفريق الفنيه والاداريه والبنيه التحتيه بدعم كامل من مجلس اداره النادي الاهلي بما يلائم الاهداف التي يسعى النادي لتحقيقها على الصعيدين المحلي والقاري. اللجنه دي اكيد هيكون ليها دور مهم جدا جدا خلال الفتره الجايه ان شاء الله في التخطيط لمستقبل الفريق الاول لكره القدم بالتحديد داخل النادي الاهلي. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي في المواقع. ايه بقى اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج؟ يلا نروح نشوف ايه. يلا كوره. شوبير كاف يتجه لمد فتره القيد الافريقي. البوابه ابو ريده ينهي ازمه القيد الافريقي للانديه المصريه مع الكاف. اليوم السابع خطاب الاهلي والقيد وبدل لجان الانضباط الابرز على مائده اتحاد الكره اليوم. في الجول مصدر باتحاد الكرة مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين الاجتماع الجبلية. الشروق مدير المنتخب موعد انضمام صلاح لمعسكر كأس الأمم لم يتحدد، غريبة شوية. كرة أجري وجيل صلاح في اختبار صعب على خطى إنجاز 2006. يلا كرة أمم أفريقيا الأغلى قيمة تسويقية، صلاح يتصدر ومصر بالمركز الثالث. مصراوي صلاح يرفض لعنة ميسي وتطلع لإنجاز تريكا. الفجر دخية يرحل عن مانشستر يونايتد. سبورت 360 جريزمان يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. موقع يلا كوره بيقول ان كابتن احمد شوبير قال ان الكاف هيتجه لمد فتره القيد الافريقي. ممكن وارد، لكن حتى لو مد يا جماعه فتره القيد الافريقي مفيش وقت انك تأيد لعيبه وتمشي لعيبه وانك الكلام ده مفيش وقت في 7 ايام في اسبوع، مش هينفع مش هينفع، الموضوع هيبقى صعب جدا والله. بس هي الناس ايه بتحاول، يعني كابتن احمد شوبير بيحاول يلاقي حلول يعني، لكن هنشوف الدنيا هتستقر على ايه في النهايه يعني. البوابه بتقول إن أبو ريدة ينهي أزمة القيد الأفريقي للأندية المصرية مع الكاف، وده اللي قلته لحضراتكم في بداية الحلقة، إن هو هيحاول إن على يوم 5 أغسطس يكون آخر ميعاد للقيد الأفريقي،
وان من خلال الميعاد ده الانديه بعد انتهاء الدوري يوم 29 حسب التسريبات اللي بتطلع من اتحاد الكره من اخر مباراه اهلي والزمالك يوم 29، فبعدين هيبقى عندك 6 ايام تأيد فيهم او 7 ايام عشان الشهر ده هيكون 31 يوم تأيد فيهم اللعيبه بتاعتك. فبرضه الموضوع غير كافي يعني، حلول صعبه شويه، مش هتنفع. حلول هتبقى ممكن تؤدي لمشاكل اكثر في اوقات تانية احنا مش محتاجين لهذه المشاكل، واحنا بغنى عن كل المشاكل وخصوصا اللي احنا بنشوفه خلال الفتره دي. طيب في الجول بتتكلم على ان مصدر في اتحاد الكوره قال لهم ان مناقشه استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين اخرين لاجتماع الجبليه. في مناقشه في اتحاد الكوره ان الدوري يخلص من غير الدوليين قبل انطلاق البطوله خلال الكام يوم اللي جايين، ال 12 يوم اللي جايين. دي من ضمن الامور اللي فيها قبول كبير جدا، وزي ما قال لنا شريف شعبان في بدايه الحلقه من خلال مداخلته مراسل قناه الاهلي، واللي قال ان في قبول عند طبعا اعضاء اتحاد الكره في هذا الاتجاه عشان يخلصوا من الموسم ده، وعشان كلنا نخلص بقى من الموسم ده ونشوف الدنيا هتمشي زي ما اكيد هنجيب شريف شعبان تاني عشان نعرف منه اخر القرارات الرسميه من اتحاد الكره. كمان من ضمن الامور اللي بيتكلم فيها او اللي هتكون على طاوله اجتماع اتحاد الكره النهارده او اللي كانت على الطاوله، لان الاجتماع على خلاص على مقربه من الانتهاء، ان اختيار الاهلي والزمالك بيفكروا ان ايه، خلاص يا جماعه احنا نتفق ان الاهلي والزمالك هم اللي شاركوا في بطوله دوري ابطال افريقيا، وبيراميدز والمصري هم اللي شاركوا في الكونفدراليه. هتقولي طب هو بيراميدز ممكن يوافق؟ والله مش عارف، بس من ضمن التضامنات اللي احنا كنا بنشوفها على مدار بطوله الدوري هذا الموسم ممكن يوافق. طب من ضمن الخيارات الثانيه بيقول لك ايه؟ ان الزمالك يشارك في الكونفدراليه هو المصري، والاهلي يشارك هو وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا. هو في كده يا جماعه؟ هي الدنيا بتدار بالطريقه دي بالاتفاقات؟ من ضمن الحلول يعني في اتحاد الكوره، هل الزمالك ممكن يوافق؟ مش عارف، ما اعتقدش، وانا مش عايز اقول ان هو ممكن يوافق عشان جمهور الزمالك جمهور كبير وجمهور عريض، فيفتكر ان احنا ممكن بنتريق عليهم ولا حاجه، لكن لازم يشوفوا مصلحه ناديهم فين ويحاولوا يساندوها يعني، لازم. وكمان ازمه الكابتن جهاد جريشه الحكم الدولي، واللي احنا نفسنا انه يكون في موقف قوي من الاتحاد المصري لكره القدم مع الاتحاد الافريقي بخصوص هذه الازمه بالتحديد، لان ده واحد من الحكام الصفوه في افريقيا بالمناسبه يعني. ممكن يكون ليه اخطاء وكل حاجه، لكن الراجل كان بيحكم نهائي دوري ابطال افريقيا، وعشان اخطاء طفيفه وممكن في راي البعض ان هي ما كانتش اخطاء، تم ايقافه 6 شهور واستبعاده من كاس العالم للشباب واستبعاده من بطوله الامم الافريقيه. طب بكاري جسامه هيعملوا معاه ايه؟ اللي حكم بقى المباراه الكارثيه اللي هي مباراه الاياب في تونس ما بين الوداد والترجي واللي اتلغت، هل هيكون في موقف معاه من الاتحاد الافريقي؟ طب مالناش دعوه الاتحاد الافريقي هياخد معاه موقف ولا لا، انت كاتحاد مصري لازم يكون شخصيتك قويه، لازم تكون حاسم وحازم في الدفاع على انديتك المصريه والدفاع على لاعبيك المصريين وحكامك المصريين، دي جزئيه مهمه جدا وهتكون موجوده او كانت كمان موجوده في اجتماع النهارده. الشروق بتقول مدير المنتخب اللي هو المهندس ايهاب الهيطة بيقول موعد انضمام صلاح لمعسكر كاس الامم لم يتحدد. غريبه برضه، لان محمد صلاح طبعا من اللاعبين الكبار جدا، كبار ايه ده، من ابرز لاعبي العالم دلوقتي يعني، لكن مهمه قوي مش عشان هو نجم كبير، كلنا بنحب صلاح وكلنا بنسال صلاح وكل حاجه، بس مش عشان نجم كبير ما يبقاش في ميعاد للانضمام لمعسكر يعني. الراجل طبعا حقه ان هو يستريح شويه، وخصوصا ان احنا مبسوطين جدا بفوزه ببطوله دوري ابطال اوروبا مع ليفربول، لكن في نفس الوقت لازم يكون في ميعاد يرجع من خلاله محمد صلاح عشان يستعد بجديه وبقوه مع المنتخب المصري لبطوله الامم الافريقيه. طيب هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع بقى لفقره حواريه اخرى مهمه جدا جدا مع ضيفنا العزيز الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب، عشان نتكلم باستفاضه في كل الاحداث في الكره المصريه خلال هذه الساعات بالتحديد. استنونا بعد الفاصل. مستنيين طبعا تفاعلكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه سواء فيسبوك او تويتر بخصوص سؤال الحلقه النهارده، وهو هل تؤيد موقف الاهلي في مواجهه اتحاد الكره ولا لا؟ هنشوف طبعا اجاباتكم وهنشوف كل ردود افعالكم مع نهايه الحلقه، لكن خليني اقول لحضراتكم ان معايا دلوقتي في الاستوديو بينورني وشرفني الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب. يا دكتور منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا فندم، انا بسعد دايما بالالتقاء بيك. انا اسعد اكيد. كيف ترى الموقف الحالي لاجتماع اتحاد الكره وبطوله الدوري وكل الملابسات وبيان النادي الاهلي ومذكره النادي الاهلي؟ شايف الدنيا دي ازاي؟ شايف ان الاهلي
يبدو ان البعض راهن على ان اللهجه التصعيديه من جانب النادي الاهلي ستتوقف فقط عند اصدار بيان، ربما محاوله كما كان يدعي البعض ان هي لارضاء جماهيره التي كانت غاضبه من فقدان نقطه او اثنين. تصوروا ان الاهلي مش واخد الامور بالجديه اللازمه عشان يحسم بيها مصالحه ويجيب بيها حقه. الخطوه اللي حصلت امبارح هي المربع، الاهلي دخل المربع رقم 2 من ناحيه التصعيد مع اتحاد الكوره اللي مصمم ان هو يفضل اتحاد عدويه. اتحاد عدوية يعني. اتحاد عدوية اللي هو بتاع حبة فوق وحبة تحت ده. اتحاد شايلني وشايلك. اتحاد الأهلي بيشتكيك للجنة التظلمات وبيبعت لك مذكرة شديدة اللهجة، يا أخي حس على دمك. بدل ما أنت تستدعي النادي الأهلي أو أحد مسؤوليه، لا أنت بتروح لنادي منافس وبتقول له تعالى لي والنبي حل لي الأزمة لأن أنت السبب فيها، لأن أنت مضيت على تعهد أنك تلعب كل 48 ساعة ثم ضربت بكل ده عرض الحائط. اتحاد الكرة واخدنا على فين؟ بدل ما كلنا يحشدنا في اتجاه بطولة كاس الامم الافريقية المفروض ان هي اصبحت هدف وطني، لا بيودينا في سكة تانية خالص. كان في ايده ان هو يحل الازمة بمنتهى السهولة، كان في ايده ان هو يخلص بطولة الدوري وبطولة الكاس قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية. ليس كما ادعى رئيس لجنة المسابقات الحاج عامر حسين، واحنا بنكن له كل الاحترام اكيد، وراجل عمل مجهود كبير هذا الموسم يعني، هو اتعرض لضغوط كبيرة طبعا يعني طبعا حتى من جانب النادي المنافس نفسه يعني. اكيد، لكن احنا بنقول ان كانت البطولتين والمسابقات المحليه كان ممكن ينتهوا على الاقل في توقيت 3/6 كل الماتشات، فحققنا كل العداله على الاقل. المباريات التي كانت متعلقه بانديه متعرضه للهبوط او تنافس على الهبوط، لو كانت في الكاليندر الاتحاد الكوره راعى هذا المعيار كان حقق الشفافية وكان اتلعب الأسبوع الـ 34 زي ما بيحصل في كل دول العالم. في بعض الدوريات أنا أذكر أن الثلاث أسابيع الأخيرة بتلعب كلها في توقيت واحد. مش بعض الدوريات ده تقريبا معظم الدوريات في العالم إن لم يكن كلهم. طب يا أخي يعني الأسبوع الأخير بس، ما ده اللي طلبه النادي الأهلي ما طبقش يعني. طب يا أخي مباراة واحدة بس. طب نص دقيقة. طب نعمل إيه؟ مش عارف. لكن القصة بتاخد يعني منحة ان واحد حضر عفريت، العفريت اللي هو العند مع النادي العند مع الكابتن محمود الخطيب تحديدا. لا دي مهمه دي لازم نقف عندها. ليه العند بس مع الكابتن محمود الخطيب؟ العند مع الكابتن محمود الخطيب لان لثلاث اعتبارات. اولا شعبيه ونجوميه الكابتن محمود الخطيب، تمام، وتاثيره على الراي العام. يعني مش عاوز اكبر الموضوع قوي، لكن على الاقل في وسط جماهير النادي الاهلي اللي هي تقريبا بنتكلم من 65 ل 70 مليون مصري موجودين. ف تاثير محمود الخطيب هم عارفين انه ملوش ملكه، ملوش سكه، ملوش مصلحه، مش زي ناس. لا داعي لذكرهم او الحديث عنهم يعني. احنا بنحترم كل الناس ومش عايزين نذكر. احنا طبعا يعني على الناحيه الشخصيه بنحترم كل الناس وبنقدرهم، احنا بنتكلم في عمل اداري، احنا بنتكلم في عمل اداري او في اسلوب اداري. فطبعا الكابتن محمود الخطيب ملوش مصلحه معاهم. هيملكوه منين؟ كابتن محمود الخطيب 1+1=2. عف اللسان، صوته مش عالي، مش بيخش معاهم في مصالح وبزنس، مش بيكون بيستخدم كبريدج او كوبري لبعض المواقف والتي لا داعي لذكرها برضو الان يعني. لكن زائد ان محمود الخطيب دايما لما بيتكلم على حق، ما بيتكلمش بطرديات. كل دي الاسباب اللي خلت محمود الخطيب كمان يعني انت بتقارن مين بمين يعني. يعني مع احترامنا لكل الناس، كابتن محمود الخطيب القيمه والقامه والتاريخ، وبعدين هو بيمثل رمز الاكبر نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. ما تجيش انت يا ابن امبارح يا اللي دخلت المجال الرياضي ولا الكروي وتعمل راسك براسي. طب عاوز تعمل راسك براسي، طبق العداله بالظبط. ها طيب، خلينا عشان ما ناخدش الحوار او البعض ما يفتكرش ان احنا بنتكلم في الموضوع عشان الكابتن محمود الخطيب، لا احنا عايزين نناقش الموضوع بطريقه منطقيه. قرارات النادي الاهلي هل شايفها قرارات منطقيه لصالح الكره المصريه ولا هي بدورها لصالح النادي الاهلي؟ انا باخد من كلام النائب محمد فرج عامر، تمام، قال لك انا لما رجعت الطلبات بتاعه النادي الاهلي قلت انها كلها صح.
وقلت ان 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 الدوري انا نفسي كنت متوقع ان هو مش هيستكمل من الاسبوع الاول من بعد انتهاء الاسبوع الاول. ايه الاهلي قالوا امبارح في بيانه او في طلباته غلط لما قال انت اما بتاجل مباريات الدوري لحد انتهاء بطوله الامم الافريقيه انت بتصدر لي ازمه القيد الافريقي. انت بتصدر لي ازمه انا مشارك في اي بطوله بالزبط. انا مشارك في دوري ابطال ولا مشارك في الكونفدراليه، انا بطل الدوري ولا انا ايه بالظبط؟ يعني حته ان انا اتعرض لغرامات ماليه 250 دولار ثم تصعد ل 500 دولار وهي غالبا هتبقى ال 500 دولار 500 دولار لو قلنا ان الاهلي هيقيد 8 لاعبين جداد أي مكان الرقم، ألا يعد ذلك إهدار للمال طبعًا العام؟ طبعًا ده مش يدخل الأهلي ومسؤوليه في شبهة، ده جريمة يعاقب أكيد عليها القانون أكيد. من يتحمل هذا؟ طيب أنا أسوق حقوقي إزاي وأنا مش عارف أنا بداية الموسم الجديد إمتى؟ طب أنا أحط خطتي الفنية وخطة الإعداد إزاي اللي أنا هدير بيها الموسم الجديد؟ طيب هنتكلم بحاجة أكثر وضوحا وأكثر صراحة، لو الأهلي بيفكر، لو الأهلي كإدارة أو كلجنة كورة بتفكر إنها تعمل تغييرات في الجهاز الفني مثلا، هقدر أخدها إزاي وأنا في تلاحم موسمين مع بعض؟ يعني يمكن التقييم للجنة الكورة لا شافت إن مستر لاسارتي كويس لكن مش هيقدر يكمل للموسم الجديد، هقدر أخد القرار ده إزاي؟ من يتحمل تبعاته؟ هيكمل المدرب الجديد في ما تبقى من مباريات ولا هيروح معايا في الموسم الجديد ولا مستر لاسارت اللي المفروض انه يكمل معايا للموسم الجديد؟ ادي قصه. السوريين دول بيعاملوا معامله المصريين ولا بيعاملوا معامله الاجانب؟ الفلسطينيين معروفين من زمان، هيطبق نفس الكلام بنفس المعيار ولا لا؟ طيب اللاعبين الاجانب هم اربعه ولا ثلاثه ولا خمسه؟ ولا زي ما كان قال البعض خمسة في أرض الملعب ولا ثلاثة ولا ثلاثة ولا في فار ولا في قطة ولا في إيه؟ يعني إحنا مش عارفين القصة راح بينا على فين؟ فين إدارة الكرة المصرية؟ بطولة الأمم، التجارة، الشعار، بطولة الأمم، يا جماعة دي حاجة ودي حاجة، مال ده بده؟ يا عم ما تشوف شغلك يا عم. يا عم ما تشوف شغلك زي إيه قطاع من قطاعات الدولة؟ شوف شغلك الصح، أنت معني بإنك تدير المسابقات صح، تبقى معروف بدايتها ومعروف نهايتها، أنت فين من ده؟ أنت عملت إيه لده؟ أنت هيأت المناخ إزاي؟ انا يعني انا كنادي اهلي او غير كلام اهلي اتفضل. وعدم انتظام المسابقات واللخبطه الكبيره جدا في كره القدم المصريه منذ قليل بالتحديد انتهت مباراه مصر واوزبكستان بخساره مصر المنتخب الاولمبي، بخساره مصر بنتيجه 2-0 قدام منتخب يعني مش موجود على خريطه الكرويه خالص. يعني ده برضو ناتج عن سوء التخطيط وسوء التنظيم للمسابقات، لان اللعيبه الموجوده في المنتخب الاولمبي دول من القوام الاساسي ايضا للاهلي والزمالك والبعض الانديه في الدوري المصري. يعني لا لو القصه معروفه المنتخب الاولمبي خطه اعداده واضحه حتى التصفيات او النهائيات اللي هتستضيفها مصر واضحه وضوح المعالم. النهارده معظم لعيبه المنتخب الاولمبي زي ما حضرتك ذكرت ان هم كلهم من اللعيبه الاساسيين في الدوري المحلي بالزبط. طب اللعيبه الاساسيين اللي في الدوري المحلي دول مش المفروض يتعرضوا للراحه ولا مفروض. هيستمروا ولا الموسم متلاحم؟ طب انا ليه اخلي 14 نادي، سيبك من الثلاثه اللي هبطوا، يعني في 11 نادي مستمرين الموسم الجديد خلاص خلصوا وتعشت وكل واحد راح لحاله واللي هيقدر يمشي اللي يمشيه ويقعد اللي يقعده خلاص وعاوز يغير في الجهاز الفني. طب فين العداله بين ال 11 نادي دول زائد الثلاثه اللي هبطوا ال 14 وبين اربع انديه؟ علق المقاولين والاسماعيلي والجونه معايا ليه على ماتشات فرقه واحده اللي هي الزمالك؟ لان الاهلي كان في امكانه انه هو اللي تاجل له بقرار من اتحاد الكره من مباراه المقاولين. هو الاهلي ما طلبش ان يتاجل له مباراه المقاولين، يعني لو الاهلي لعب مباراه المقاولين كانت تبقى الجونه والاسماعيلي فقط، يعني فريق زي الاسماعيلي ده طبعا خلاص الدنيا فكت. في نفس الوقت الاهلي كان بيلاعب انديه مهدده بالهبوط وقصه معاه ضرب نار. يعني مثلا عشان اوضح كلام حضرتك، الجونه كان مهدد بالهبوط صح؟ مظبوط. بعد مباراته مع الاسماعيلي اتعادل مع الاسماعيلي وضمن البقاء في بطوله الدوري. لو الجونه كان لاعب الزمالك في التوقيت الطبيعي للمباراه والجونه معرض للهبوط، هل كانت دوافع لاعبي نادي الجونه هتكون زي دوافعهم وهم خلاص ضمنوا البقاء في بطوله الدوري؟ لو التزم اتحاد الكوره مسك التعهد اللي كتبه اداره نادي الزمالك ان هو باللعب بعد الكونفدراليه كل 48 ساعه كانت لعبت مباراه زي ما حصل مع الاهلي ومباراه حرس الحدود وكل الماتشات بتاعت وكان فاضل ماتش الاهلي والزمالك كان ممكن يتلعب حتى يوم 6 مثلا اللي هو بدايه المعسكر مثل. يعني كان ممكن لعبوا الماتش وانضموا للمعسكر في نفس اليوم صح ولا غلط؟ صح. طيب انت النهارده فكيت لي الجونه
في نفس الوقت اللي كان الاهلي متعرض عندنا طلائع الجيش يبقى ماتش ضرب نار سموحه يبقى ضرب نار امبي يبقى ضرب نار طب ليه انت قصدك ايه؟ طب ما تعلم الاول انا بدي الدوري للزمالك خلاص والسلام عليكم وعليكم السلام وتبقى القصه واضحه يعني وضحوا يا بتوع اتحاد الكوره ان انتوا في رغبه جواكم لاهداف عندكم ان الدوري يروح للزمالك وكلنا نرتاح او ان انتوا في نفس التوقيت حطوا معيار يطبق على الجميع. هو المشكله حتى لو معيار اتحط يا دكتور ما بيستكملش الاخر ما بنمشيش عليه للاسف يعني ممكن يتغير في النص زي ما حصل في يعني مثلا اللوائح بتاعه الاتحاد المصري لكره القدم اللي بتدير المسابقات المحليه احنا مره يقول لك 30 لاعب مره 25 لاعب مره 97 مره السوريين يعاملوا معامله المصريين لا حاجات كتير بالمناسبه كمان خلينا اقول لحضراتكم ان يعني في اخبار دلوقتي طالعه على المواقع ان هيكون في اجتماع من المهندس ثاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع الكابتن محمود الخطيب في احد الفنادق الكبرى برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والبعض الاخر بيقول ان الاجتماع هيكون ما بين الوزير والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فقط لغير كلها اخبار بنقولها لكم دي كانت على المواقع او مكتوبه دلوقتي على المواقع في اللحظات دي لكن اي خبر رسمي لسه ما خرجش من اتحاد الكره اطلاقا حتى هذه اللحظه الحل من وجهه نظرك كده انا اعتقد ان اي اتصالات ده شيء محمود ان يبقى في لغه حوار تسفر عن حل ده بس اعتقد ان الكابتن محمود الخطيب مش هيخرج عن اطار التمسك اللي هي العباره اللي وردت في كل البيانات والشكاوي تمسك النادي الاهلي بحقه في بطوله الدوري هو أعتقد. حق النادي الاهلي بس ولا حق الكره المصريه كلها لا حق الكره المصريه حق الكره المصريه ان يكون لنا مسابقه منتظمه ان يكون لنا مسابقه معروف بدايتها ونهايتها ان يكون مسابقه معروف معيار ولائحه واضحه وشفافه على الجميع ان يكون من حقنا ان تكون هناك مسابقه تراعي قواعد اللعب النظيف من حقنا مسابقه ان تراعي مبدا تكافؤ الفرص كل الكلام ده حينما يتحقق يعني شابوه للكل انما القصه ان هي تبقى قصه مصالح وعند لا طبعا طبعا. من خلال متابعة حضرتك لكواليس اجتماع اتحاد الكرة النهاردة آخر الكواليس ايه او آخر المعلومات اللي ممكن تكون وردت لحضرتك كانت ايه برضو هي نفس السياسة سياسة مسك العصا من النص طبعا هم في استدعاء تم للرئيس نادي الزمالك فعلا على اساس ان هم يناقشوا معاه امكانيه اللعب بدون الدوليين مرشح ان هو ما زال رافض لهذا التصور مع ان كان هدف اتحاد الكوره هو اعلان ان يكون ده بيان مشترك من اتحاد الكوره ونادي الزمالك ان هو بالموافقه على اللعب بدون الدوليين لكن حتى هذه اللحظه اللي احنا مع بعض فيها على الهواء لم يستطع او لم يتمكنوا من اقناع رئيس نادي الزمالك الذي وضح جليا للعيان انه يدير اتحاد الكره من 100 عقبه يدير اتحاد الكره من 100 عقبه مش من 5 شارع الجبلايه اللي هو المقر بتاع اتحاد الكره هذا واضح للعيان كنت اتمنى بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الاهلي ولجوءه للطرق القانونيه فقط عشان يستطيع ان يتمسك بحقه ان يتم استدعاء لمندوب من النادي الاهلي أي مكان كممثل ورمز للنادي الأهلي ويناقش معاه أسباب هذا التظلم أسباب هذه الشكوى والعمل على حلها كنت أتمنى هذا هل اتحاد الكرة بيفتقد للشخصية الإدارية القوية الحاسمة في القرارات؟ مع أنهم هم على المستوى الفردي كلهم كفاءات ما حدش يقدر يتعرض لهم كفاءات كبيرة جدا الواحد إن لكن انت عندك هم واحد كمنظومة هم كمنظومة واضح أن القصة بتفلت من إيديهم خالص بتفلت من لأن هم تركوا الدنيا السايب في السايب من بداية الموسم من بداية ما كلهم هللوا وصوتوا من قصة الأهلي ومؤجلاته كتير والقصة دي ابتدت القصة الميزاني يميل والكفة تميل رويدا واللي انتهت بالمشهد بتاع مباراة الأهلي وبيراميدز اللي اتأجلت ما نعرفش اتأجلت ليه طب ماتش الكاس يعني عيل تاهي يا ولاد الحلال حد يدور لنا على ماتش الكاس ده ما تلعبش ليه طب في الفراغات اللي فاتت طب قبل المعسكر طب ده الماتش ده ما تلعبش ليه وفي وقت فاضي بدل الأهلي مادة راحة سلبية ثم عودة طب ايه اللخبطة دي؟ طب عضلات اللعيبة دي تتعامل ازاي؟ طب انا هحط برنامج شكله ايه؟ كل الكلام ده ما بيحصلش الا في مصر. هل احنا معرضين لموسم استثنائي جديد في الكرة المصرية؟ قبل ما حضرتك ترد على السؤال ده خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الاهلي يا شريف اخر الاخبار والتطورات عندك ايه؟ اتفضل.
من جديد تحيه ليك زميلي امير، وطبعا نقدر دعوات كبير استاذ ابراهيم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بك. ان اتحاد الكره في اجتماعه مستمر للان، ولكن ممكن منذ قليل في مركز التعليم المدني المجاور لاتحاد الكره المصري يوجد اجتماع الان في حضور طبعا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن كبير كابتن محمود الخطيب، وانضم لهذا الاجتماع منذ قليل رئيس اتحاد الكره المصري المهندس هاني ابو ريده ومدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري العميد ثروت سويلم. ده دلوقتي يا شريف، ده دلوقتي حالا، ويمكن ده اللي اخر قرارات اتحاد الكره المصري. المجلس اداره اتحاد الكره المصري الان منعقد بانتظار خروج المهندس هاني ابو ريده من اجتماع الوزير واجتماع كابتن الخطيب علشان خاطر يطلعوا على الاعلاميين ويقولوا قرارات. الان في اجتماعين، اجتماع في مجلس اداره اتحاد الكوره من غير هاني ابو ريده اعضاء الاتحاد فقط، وعلى جانب او مجاور لاتحاد الكوره اجتماع اخر برئاسه الوزير ورئيس النادي الاهلي ورئيس اتحاد الكوره المصري. الجميع في انتظار قرارات معاك اول باول، لحظه بلحظه، كل ما هو جديد على الساحه الرياضيه خاص وحصري على الشقاط النادي الاهلي. زميلي عمير اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. الاجتماع في مركز التعليم المدني بجوار اتحاد الكوره مباشره، يعني اجتماع زي ما قال لنا شريف كده ما بين المهندس هاني ابو ريده واللي هو رئيس طبعا الاتحاد المصري لكره القدم ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. اجتماعين، اجتماع في اتحاد الكوره من غير المهندس هاني ابو ريده، واجتماع في مركز التعليم المدني بجوار اتحاد الكوره مباشره ما بين المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري وزير الشباب والرياضه ورئيس النادي الاهلي. هل الاجتماعات دي ممكن تجيب نتيجه؟ انا قلت لحضرتك من شويه ان اي تحرك يهدف منه الى الحوار بهدف الوصول الى حل هو 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 اتجاه محمود. عندي ثقه، عندي ثقه ان هيرشح عن هذا الاجتماع حل، لان ممكن يكونوا المسؤولين في اتحاد الكره رايحين بحلول وسط. تمام. لكن انا واثق في الكابتن محمود الخطيب ان هو هيخرج من هذا الاجتماع وهو برضو محافظ على الثلاث كلمات. الاهلي يتمسك بحقه في الدوري العام. قبل المداخله كنت بقول لك هل احنا منتظرين موسم استثنائي اخر ينضم لكميه المواسم الاستثنائيه في تاريخ الكره؟ اذا اديرت قولا واحدا، اذا اديرت المسابقه بنظام استكمال المسابقه الكماله زي كان في محل كشري الكماله بعد بطوله الامم الافريقيه، بالتاكيد احنا هذا الموسم سينتهي ما بين دوري وكاس في نهايه اغسطس. معنى كده ان احنا محتاجين على الاقل شهرين او شهر ونص او شهر حتى راحه. احنا بنتكلم ان الموسم مش هيبدا الجديد الا في شهر 10، مع ملاحظه ان بطولات الانديه الافريقيه هتبدا في شهر 8 في الادوار الاولى. يعني انت على الاقل كده يعني تلاحم موسمين، الموسم السابع على التوالي. بالظبط، الناس بتحاول تنظم نفسها واحنا بنحاول نلخبط نفسنا كاتحاد او كمنظومه. مع ان انت لو نهيت الموسم قبل بطوله الامم الافريقيه قولا واحدا او حتى بالتزامن معها بنظام اللعب بدون الدوليين، انت في النهايه بتمنح كل اللاعبين الراحه الكامله والراحه الكافيه اللي يستطيعوا من خلالها ان هم يواصلوا موسم جديد. كده ممكن ان انت تبدا الموسم الجديد في شهر اغسطس. الكوره في ملعب اتحاد الكوره، ربما تكون في ملعب الوزير الان. ممكن اكيد نتمنى حل في النهايه لهذه الازمه، وخصوصا ان موضوع القيد ده موضوع شائك جدا، ومش هتقدر ان انت تأيد اي لعيبه خالص، حتى الفرق اللي خلصت بطوله الدوري خلاص، مع ان المفروض ان كل المباريات تخلص وقت واحد لكل الفرق، يعني ده اللي كان المفروض يحصل. كاننا مش واخدين بس مع اتحاد على غير الموضوع واحد بالظبط. لكن رغم كده الموضوع كده ما فيش اي نادي هيقدر ان هو يأيد لاعبين محليين عشان يأيدهم افريقيا. سؤالي هنا ان الازمه دي مش بيتعرض ليها بس النادي الاهلي في حاله استكمال بطوله الدوري بعد امم افريقيا، الازمه دي بيتعرض ليها نادي الزمالك ونادي بيراميدز. ليه هم ما بيتكلموش؟ ليه ما حاولوش ان هم يشوفوا حقوقهم فين ويدوروا عليها من وجهه نظر حضرتك؟ من وجهه نظري لان كلاهما او لان كليهما يعني فقد عمليا الامل في بطوله الدوري. فقد الامل في بطوله الدوري. بيراميدز هو كده بيراميدز خلاص بره المنافسه، انتهى بره المنافسه، المنافسه الاهلي والزمالك الاقرب طبعا بالحسابات الاهلي. خلاص بعد التعادلين الاخرانيين لنادي الزمالك واللي عقبه برضو بيان النادي الاهلي الاول للبعض الذي يشكك في قرارات وقدرات الكابتن محمود الخطيب. تسبب البيان الاول بشكل او باخر، الركب خبطت ضاعت 4 نقاط. خلاص
ويعني انا طيب. شايف بس اكمل بس الفكره فضل. شايف ان القصه سببها ان هو الذهاب لما بعد بطوله الامم الافريقيه مع فقدان بطوله الدوري، هو السيناريوهات اللي عندهم ما تستكملش بطوله الدوري، هم مش خسرانين حاجه. انه يبقى في مطعن على بطوله الدوري مع حكايه الثلاث فترات قيد، ومع اللي هو بيبطل البطوله، مع مع عدم تطبيق قواعد اللعب النظيف وتكافؤ الفرص، فبرضه هم مش خسرين حاجه. انت لما هتلعب بعد بطوله الدوري، عدم استكمال الدوري لا يفقد الزمالك شيء ولا يفقد بيراميدز شيء، انما يفقد النادي الاهلي كل شيء. وفعلا نقطه حضرتك مهمه قوي حضرتك قلتها، وهي خاصه بثلاث فقرات فترات قيد بعد لو الدوري استكمل. ده يبطل الفيفا، يبطل وفي احكام سابقه للكاس بتبطل للمسابقات المحليه. ده اللي بيعتمد عليه دلوقتي مين؟ الانديه اللي هبطت رسميا. الانديه اللي هبطت بدليل ان في تكتل بدا يظهر 9 انديه ده يحصل عشان يروحوا للاتحاد الدولي وياخدوا حقهم ان هم يكملوا في بطوله الدوري الممتاز. ساعتها هتعمل ايه؟ هتلعب بقى بالناس اللي صعدت، ما اللي صعدوا دول الدوري الممتاز مع حقهم ان هم يشاركوا. هتزود بقى عدد الفرق ل 21، احنا مش عارفين نتحكم في دوري ب 18 فريق، هيبقى 21. طيب خلينا اقول لحضراتكم اخر الاخبار هناك في اتحاد الكره. الاستاذ احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره نزل للصحفيين هناك في مقر الاتحاد وقال لهم يا جماعه ما تستنوش قرارات، خلاص كل واحد يروح بيته، متشكرين محدش يبقى موجود دلوقتي، واحنا بعد ساعه تقريبا هنطلع بيان رسمي على موقع رسمي الاتحاد المصري لكره القدم. ده حصل حاليا دلوقتي وانا بكلمكم. هم بالتاكيد مستنيين انتهاء الاجتماع اللي انضم له معالي وزير الشباب والكابتن محمود الخطيب والكابتن هاني ابو ريده، ما سيخرج من هذا الاجتماع من اعتقد قرارات. لازم قرارات، مفيش وقت قرارات. بقى اعتقد قرارات النهارده. ده واضح كمان ان اتحاد الكره مش عارف يدير، هو بيضطر ان هو لجأ لوزير الشباب. اللي واضح ان هو اجرى اتصال بالكابتن محمود الخطيب، واكيد هيبقى في حل يعني. أيوة اكيد يعني. طيب في جزئيه برضه حضرتك كنت بتتكلم فيها وهي خاصه ببيان النادي الاهلي الاول اللي هو كان يوم 25، والبعض بيقول لك، ودي جزئيه مهمه قوي لان في ناس كتير تقعد تقول لك هو الاهلي لما تعادل من الاسماعيلي طلع البيان بتاعه شايف ان فرصه لسه المنافسه قويه مع نادي الزمالك. يا جماعه الاهلي الاهلي من البدايات خالص ومن اول بيان طلعه في شهر يناير وهو بيقول يا اخوانا في خلل. دي حاجه. يا اخوانا في خلل. يا اخوانا في خلل. تاني حاجه بقى ايه؟ ان النادي الاهلي يا جماعه هنقولها تاني وتالت وعاشر، ما بيتعاملش غير من خلال مخاطبات واجوابات رسميه مع اي جهه رسميه، اتحاد كوره، اي حاجه، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، كل حاجه بالخطابات. النادي الاهلي حتى يوم مباراه الاسماعيلي ما كانش جاله اي خطاب رسمي من اتحاد الكوره. لما جاله الخطاب، جاله الخطاب قبل المباراه بساعات قليله جدا، فبالتالي درس موقفه بعد المباراه بشرط ثاني يوم واعلن البيان بتاعه. بس هو ده سبب اعلان النادي الاهلي البيان بتاعه بعد مباراه نادي الاسماعيلي، لكن الموضوع مش متعلق خالص. خلي يعني عندنا منطقيه اكتر من كده. اتفضل يا دكتور. الاهلي ما بيتعاملش بالصوت العالي، والا كان شغل في ادارته 3 4 في منصب رداح زي ما البعض بيعمل، لكن هو ما بيتعاملش كده. النادي الاهلي نادي مؤسسات، نادي مؤسسي بيتعامل وفق قرارات، وفق لوائح، وفق قوانين. بس انا عاوز اقول لك انعكاس ده، انا قصدت اقول لك انعكاس البيان بتاع الاهلي. الاهلي لما بيتحرك الركب بتتخبط، وده بينشأ عنه عشان بيبقى على حق. مش مجرد ان هو النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي، لان ربنا اسمه الحق بالظبط، لكن النادي الاهلي حركش اللي بيعاير الاهلي بفقدان نقطتين ضاع منه 4 نقاط وفي اسبوع واحد بالظبط. وفي اسبوع واحد مش شهور ولا في اسبوع واحد. عاوزين نقول ما تخافش على الاهلي طول ما على راسه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي بيمثل تيار وسنين طويله من عمر النادي الاهلي، تاريخ كبير. تيار اسمه يعني ارساه كابتن صالح سليم، من بعده كابتن حسن حمدي، من بعده كابتن محمود الخطيب، والسلسله ماشيه والنادي الاهلي ماشي. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، والنادي الاهلي عمره ما بيفرط في حقوقه، بس ليه طريقته وليه توقيتاته اللي بياخدها. ده اللي عاوزه يفهمه الجمهور. انت يعني البعض اللي بيتكلم عن الناحيه الاداريه للكابتن محمود الخطيب، مش هتلاقي اقوى رئيس للنادي الاهلي في تاريخه قد الكابتن محمود الخطيب. بس خليني اتكلم مع حضرتك برضو بمنتهى المنطقيه والامانه، يعني الكابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا سواء لاعب او كاداري، لكن ايضا تاريخ النادي الاهلي مليء بالرؤساء العظماء في تاريخه، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي. انا ما بتكلمش على الرموز القديمه، لا انا اقصد اقول لك ان القوه في الاداره
دي عنوان النادي الاهلي وتاريخه كده. ده يعني على مدار تاريخ نادي كل مختلف من كل من ايام مؤسسه الاول من طبعا. ايام مؤسسه الاول لكن طبعا. انا بكلمك ان 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 الاقوى في القرارات. الاهلي ما كانش بيتعرض للهرتله اللي بتحصل دي. الاهلي ما كانش بيتعرض للاتحاد عدويه ده. الاهلي اللي اسقط في تاريخه 12 اتحاد للكوره، 12 مجلس اداره في اتحاد الكوره اسقطهم النادي الاهلي لما تمسك بحقوقه، لما كان هو على حق واتحاد الكوره على باطل. لكن انا بقول لك مش هتلاقي الحجم الضغوطات اللي تعرض نادي الاهلي ليها في تاريخه قد السنتين اللي فاتوا دول بالظبط. الحرب الشرسه اللي مفتوحه من اتجاهات اللي بيدفع فيها فلوس بالملايين عشان يتم الضرب في النادي الاهلي. فعشان كده بقول لك ان 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 الكابتن محمود الخطيب هو الاقوى في تاريخ النادي الاهلي قرارات اداريه بحكم ما تعرض له النادي الاهلي. بحكم ما تعرض له النادي الاهلي. طيب في جزئيه مهمه جدا واحنا خلاص يعني ناقشنا الملف ده بشكل مستفيض جدا مع الدكتور ابراهيم داود، لكن في ظل هذه الاحداث المنتخب المصري لكره القدم، لك ان تعلم عزيزي المشاهد ان خلاص خلال 12 يوم هيبتدي وهتنطلق بطوله الامم الافريقيه، ولازم ان احنا الفتره دي بنكون بنساند منتخب مصر، لكن للاسف طبقا للظروف اللي بيمر بيها او بتمر بيها الرياضه المصريه بيساندوا بقى من اداره التعليم المدني بقى للاسف بسبب هذه الامور كلها مش عارفين نتكلم على اتحاد الكره. لكن انا عايز استغل تواجد حضرتك معايا، مش عارفين نتكلم قصدي على المنتخب المصري، فاستغل تواجد حضرتك معايا ونتكلم على المنتخب. هو صحيح صلاح هيرجع امتى؟ ده بقى سؤال يعني داير على الفيسبوك وعلى تويتر. يا مهندس هبل هيطة قال لسه مش عارفين ميعاد محمد صلاح انضم للمعسكر امتى، وخصوصا ان سابقا من اسبوع زي الدوري هيخلص امتى من قبل ما نهائي الشامبيونز ليج يتلعب، قالوا ان محمد صلاح هينضم مع نفس ميعاد اللاعبين اللي هينضموا يوم 6 في الشهر عادي. واضح برضو ان في سوء اداره في التعامل مع محمد صلاح. ده منعكس يعني بعض المقربين قالوا لي ان هو مثلا تلقى في الفتره بتاعه نهايه الموسم عنده ووجوده للقاهره حوالي 376 اتصال. بامره ايه يعني؟ بامره ايه 376 مكالمه تليفون من اتحاد الكوره، من اول غفير اتحاد الكوره، الامن اللي على اتحاد الكوره، الموظفين في اتحاد الكوره، الجهاز الاداري للمنتخب، الجهاز الفني للمنتخب، اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره واحد واحد وربما اسرهم كمان يعني. والله واقاربهم حتى الدرجه الثالثه. كل ده حصل لمحمد صلاح. طب ما ليه حق الراجل ان هو يقول انا عاوز اتعامل مع واحد بس اللي هو اول من ابتدى وفتح النار على اتحاد الكره كان محمد صلاح لو نفتكر على حق. اللايف بتاعه الشهير ما كانش بيقصد ان هو يهاجم اتحاد الكره وخلاص، انما هو كان على حق لان هو دايما بيخضع للوائح وانضباطيه، لكن اتحاد الكوره بيخضع لايه؟ راجل متعود على الاحتراف. الامور الاحترافيه بتدار ازاي والمسابقات وكل حاجه يعني. طيب لكن عموما حتى لو اجيري عايز يدي محمد صلاح راحه عشان لسه مخلص الشامبيونز ليج تقريبا من 7-8 ايام اوكي، لكن لازم يبقى في ميعاد تقول لي فيه تعرف الناس محمد صلاح هينضم يوم كذا للمعسكر يعني. دي حاجه غريبه وناحيه اداريه برضو عليها علامات استفهام كثيره. لكن رؤيتك للمنافسه في بطوله كاس الامم الافريقيه، وهل منتخب مصر بالقائمه الحاليه قادر على تحقيق هذا اللقب؟ امنيات مش هتبقى وقائع، لان لو ناقشنا الوقائع هنصدر صوره سلبيه خالص يعني. احنا اللي عارفين ان القوام ده هل هو فعلا قادر على انه يحصد اللقب في ظل المنافسه الشرسه اللي انت هتشوفها في البطوله يعني. طبعا يعني منافسه مش هتبقى السنغال والمغرب ابرز منتخبين يعني بصراحه. طيب هل انت استعداداتك كفايه يعني؟ قوامك هل هو جاهز؟ هل هو يعني يستطيع انه يحصد اللقب؟ اثنين، هل انت استعداداتك كافيه عشان تحصد اللقب؟ ثلاثة، هل احنا مهيئين نفسيا وشعبيا ان احنا نعمل حالة واحدة اللي هي بتتحاول تتقسم دلوقتي وبتحاول ان احنا تاخدنا في سكة تانية خالص، بينما كان المفروض كلنا دلوقتي بنتشحن بطارياتنا من جوه بتتشحن عشان قدامنا هدف واحد. هم اللي ارادوا كده. ليه ارادتوا كده؟ مع ان كان الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. يعني لا ناحية معنوية وشحن جماهيري صح، برغم ان الاعلانات باستمرار ان كل التذاكر نفذت يعني. معنى كده ان في ارضيه خصبه ان هي بتقول ان البطوله ممكن تبقى ناجحه قوي تنظيميا. تمام. طيب احنا السؤال الابرز بقى، ماذا لو مخاوفنا جت في محلها وان الدنيا ما كانتش بتدار بشكل سليم حتى جوه منتخبنا الوطني؟ مين يتحمل ده ومين يتحمل تبعات ده وتداعياته؟ ده سؤال مهم ربما تكشف عنه الساعات والايام القادمه في اواخر استعدادات المنتخب الوطني قبل انطلاق البطوله،
واللي استطيع من خلالها ان انا اؤكد ان الحاله العامه جوه الفريق يعني شبه مطمئنه، لكن مش هي اللي كانت المفروض بنعول عليها قبل انطلاق حدث كبير زي ده. خلينا سريعا نروح لتفاعلات جماهير النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء تويتر او فيسبوك. نبتدي بتويتر ونبتدي بجابر واللي بيقول معاك يا اهلي، واحمد الالف اللي بيقول طبعا مؤيد بشده. عايز اقول لحضراتكم السؤال كان ايه، السؤال كان خاص هل انت مؤيد موقف الاهلي في مواجهه اتحاد الكره ولا لا. احمد قال مؤيد بشده، حسين مختار قال بالتاكيد اؤيد وابصم كمان، ومحمود عبد الرؤوف قال نعم مؤيد ومعاك يا اهلي للاخر، اما نشوف اخرتها ايه مع الاتحاد. ده من خلال تويتر. خليني اخد سريعا جدا عشان خلاص وقتنا يعتبر خلص، من خلال صفحه الاهلي على فيسبوك نشوف التعليقات بالظبط. نبتدي بعصام قال اكيد حتى لو بيوصل لمحكمه العدل الدوليه احنا ورا الاهلي، ده كلام عصام. احمد طه قال لا طبعا لان كل حاجه في مصر ماشيه بالبركه، فيعني الواضح من رايه ان ده اسلوب حياه يعني في مصر. واحمد باشا قال كمان معاك يا اهلي، ومحمد قال مؤيد وبشده. واضح ان التأييد جارف لقرارات النادي الاهلي ومواجهته للاتحاد الكره المصري. دكتور ابراهيم داوود نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيد جدا حضرتك معانا النهارده. انا سعدت بيك جدا وسعيد بالحاله اللي موجود عليها جمهور النادي الاهلي، حاله التوحد دي وكل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي والجماهير والاعضاء بكل الخير، وان الاهلي في النهايه يعني انا واثق ان هو يحصل على حقوقه باذن الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اكيد حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. انتظرونا وحلقه بكره في نفس الميعاد ان شاء الله الساعه 6 مساء. الى اللقاء.